أهلا وسهلا. ولأول مرة على وسائل الإعلام العربية رح ينحكى هالموضوع، ولكن بخاف من بني جهل، رح حط أكتر على موقع مريم نور تي في. هو سر كبير، العالم كله عم بفتش، وقالوا يعني إنه هالعلم عند مريم. وأنا بشكر هالكتاب، قلت لكم Am I Alive هو للأمير تشارلز، يعني هو الملك. وأول صفحة كتبت Who is asking؟ هل أنا حي؟ Am I؟ Who is asking؟ كتبت Ask-King. لك النملة إجت، نحن تحت الأرض، وهالنملة عرفت تجي وتمشي وحدها. لك النملة مين علمها دخلكو؟ راحت على المدرسة؟ كيف نزلت من فوق لها؟ ومين علمه لهالملك يكون؟ He is an ass, a king. Yes, the ass of my king can ask for anything. Any royalty can ask for any loyalty. Sorry for any loyalty. بلعب بالكلمات كتير بالإنجليزي، وما بخاف أبدا، عندي هالفيض وعندي هالحب والعشق أني غير. مثل take it easy، حطيتها E E Z E، بتشوفوها بالك على الموقع. Yes, he is the king and I am the loyal utility. ما كنت عارفة انه رح توصل على ايده، وكنت عم فكر ما بعرف لمين هي. ولما شفت دعيني وهيك قلت له فإذا هي الكتاب لك، مبلشة هيك اس. وفي كتير جوا هيك كلمات يلي بتخليك تشوف انه هالنملة ارحم من اي حاكم. وكان في واحد اسمه دبور واسب، وانا بحب استافرو، بحب الدبور، ومعي بقلك اذا مش اليوم بكره بحكيكم عنه. هالدبور مثل كل واحد بطير من زهره لزهره لزهره. وهون يوم شف بنايه مرتبه كثير، وناس لابسه جرافتات وشيك هيك شيك، والنسوان بهالكعب العالي عم بتطرطق ومرتق وفرطق هيك وبفوتوا، ومعهم كتب ومعهم مجلات ومعهم هيك. قال هالدبور عم شو انا سخيف بدي فوت شوف هيك طفي، ولقالك جوا في كتب هيك ما يعرف شو هي هالناس عم تقرا بهالكتب، شو انا سخيف. فتح كتاب وقرا، الدبور لا يستطيع ان يطير، هي كانت فلاي، لانه جسمه اثقل من جوانحه. ايه مظبوط، الكتاب ما بيكذب، جسمي اثقل من جوانحي. ويلي قاله استاذ مهم، دكتور بروفيسور معه شهادات كثيره من كامبريدج، من هون من هون وممضيه من كذا، شهادات نوبل برايز مظبوط. أنا ما بفهم، كلن أفهم، هودي علماء، هودي حكام، هيدا جلالة الملك، هيدا سمو الأمير، هيدا صاحب هاللقب الوزير السابق واللاحق وما أدري شو، مثل ما أنتم شايفين، وهيدي هالفنانة وهالراقصة ومدري شو، قال معن حق، جرب هيك يطير، معن حق، ما فيني يطير، كنت أعمى صرت عم بفهم أكتر، معن حق هني ها اللي حاكمين والعلماء شوي بصير في هزة، كل يوم طبوا بهالهزة وبهالحريقة، وحده الدبور طار. فإذا عند المصيبة when the cracks happens، المصيبة اللي ما بتموت بتقويك. مصيبة أمة العرب والمسلمين بنا خاص على شفير الهاوية، أكبر مؤامرة هلأ لضرب المسلمين، حطوا على موقع بيت الله سيناغوغ داش سيتن داش سيتن، حطوا بيقول لك وين بالأردن بلبنان مين بالأسماء، اللوميناتي حطوها كل لوميناتي. شو عم نعمل نحنا الهيونة بالواوا وبالهوت دوغ وبالاكل كاوتش بوتيتوز، قاعدين ناكل ونحش ونعمل عملية تجميل. هيدا الطبيب اللي طلع معي بهيدي النشر بده يشد لي وجهي، قال له عملت تجميل،
قلت لها قد اهلي انا يعني احترامي للحمار ومعه هالبطرت انه هو معه مسبح. قلت له شيء لا من ايدك، معه مسبحتين كمان وما بيعرف لا بيسبح هيك او بيسبح هيك. هبهله معه شهاده انه هو بيجمل الناس وبيمشوا معه اللي معه جزدين. دعان هالاسم فيك؟ قلت شو اسمك؟ قال لي محمود. قلت له دعان الاسم فيك؟ لازم تكون ميت انت، بس بعد ما اندفنت. طلع هيك. قلت له بقوم فلها، قلت له المساطيل اللي جايبهم يعطوني، ما انا فل ماني عايزتكم، لا بدي شهره ولا بهره ولا اعلام ولا ميل، وتحت صرميتي، كل هالعلم اللي عم تحطوه احتراما للصرميه. قلت من قسوة حالي كعب علي فوق اصحاب المعالي، قالوا لي عيب فكررت مقالي، ثم قالوا لي عيب فكررت مقالي، ثم قالوا لي عيب ففكرت مليا وخففت انفعالي وقدمت اعتذارا لنعالي. شو هي عم تعمل عمليه تجميل؟ قال هي الضلع ما له قيمه، انت افهم من الله. مشان هيك قال الرجال الله خشيل ضلعه وخلق منه مره. يا اخذوا هاي رموز بس ما في علم، بس بيطول لك اياه وبيقصر لك اياه وبيطخن لك. ما عندك شيء غير هيدا بس هيدا هو شفنا هوت دوغ وش الواوا. هيك عملنا بجون كندي، بس لما جاب اخته وقت على الانوجريشن استحوا كلهم. اخته معاقه. ابراهام لينكولن وقت الواحد قال له انت بيك رحت كندرجي، قال له ايه مزبوط بس انا ماني مثل بي، بسوي لك هالصرميه بس بي بسويها احلى. عنده فهم وعلم بالصرميه. استحوا كلهم، هو استحى. اي متى بده يكون عندنا اخلاق؟ قاعد عم بتجمل؟ قلت له الله عم بيكتب زيحان وزيحان وزيحان كل يوم، الله عم بيرسمنا. كلنا بدنا نختير، بس مين بيكبر؟ مين عنده ويك اب مش ميك اب؟ وكل في يجي يعملوا له هيك لطوني خليفه، وليه طوني؟ وليه جيفه انت؟ قلت له شيلها، قال لي لا بس لاني عرقان. قال لي يا ضحبي ما في. بتحدى يكون هالسنة متحمم من 4 من 5 مرات ولا مش عرقي إذا بتفوت على الحمام وبتشموا ريحة. يا حيجي وقت ما في مي ما كانوا يتحمموا. ما رح قلكن مين أحلى ما يهبوا بني جهل. ما كان في بيوتنا في حمامات، بيدو ما أنا خلقت ببيوت ما في حمامات. كيف كانوا يعملوا هيك الخلفاء ويغطوا؟ ولك في عال علم مهم بإسلام الله عند الخلفاء جاي يعمل عملية تجميل ويعمل له هيدي هون ويشفط له هيك، لازم يقعد هيك ويعمل هيك. مشان هيك صاروا المختار عندنا هون ببيروت ما بده صوره تيحطها على الباسبور، اي مره بتشبه هيك. كلهم بيشبهوا بعضهم، شيء بيقرف. ما شبهته من الشفاف وتصير تشدق وتعلق، مش بس عندها شفاف، هذا الكليتوريس. قال له ابو العبد في شيء عند المره بحرفين، قال له بالطول او بالعرض. هذا المره ما عنده نهر هيك كلها منا نحن ابو العبد. وام العبد شو عم بيعملوا؟ قال بده يعمل عمليه تجميل. قلت له جمل لي عقليتك اذا عندك. اوام انا بعمل عمليه وكنت مسافر وهيك، كذبوا نفاق. منيح اللي عم بيحكي شوي وزير مدري مين طلع واحد معه قال له انه هالادويه والاشياء اللي عم بحطوها كلها كذب. بس ما فيكم توقفوها لانه بتفوت ام عز ولز وهز لعند الوزير عز ولز ولعند هداك والهز وعز مثل ما بيعملوا ماراثون، بيعملوا ماراثون مع اللي حاكمه هي القاعده الارداف. تركض مع رئيس الجمهوريه مع سعد الحريري. والحق مش هايفه وهبه، هايفه وهبه صادقه مع نفسها. انت بدك هيك عملوا بكندي وحطوا له مارلين مونرو. وهون عندنا شيلوا الواو حطوا الواو اعلى سر رح هو هلا بايده. السلام عليكم 11 واو 3 عليكم السلام بارادوكس 11 باب مديني باب. بس ما حدا عنده اتحديكم، ما حدا ابدا من كل امه العرب عندكم بس هوت دوغ وواوا. مشان هيك قال سياتي زمان اجا، هذا اللي نحن فيه. مين بده هالعلم؟ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذا ما شحطوني النيو تي في أنا رح أشحط حالي، ما بقي لي جليدة، بس كون قاعدة وحدي بالبيت بحضرة مش على المكتوب حضرة السيد والسيدة. صدق من قال خلاصة الدين في الغارين. المسيح حطوا له على راسه وإكليل الغار. شو الغارين؟ في غار حراء تعبد وتأمل في الحياة وتفكر في الكون وتعلم للقرآن وتدبر لآياته. وفي غار ثور مرابطة ومجاهدة وتوكل وسكينة.
وهذا الغار دون القمة وصعب المرتقى ويستغرق الصعود إليه ساعة ونص. غار حراء بأعلى مكة على يسار الذاهب منها إلى منى يرتفع كذا متر، أربعة ثلاثة وستة هيك، وستة وثلاثة وأربعة، علم واسع يا أخوتي. ما فيني أخبركم، ما بسترجي أقرأ هون، بخاف أقول شي كلمة ضمة بدها تكون كسرة. شوفوا هالجبل، شوفوا هالألوان. هالعلم عند الألمان، ممنوع دخول أي عربي وأي مسلم. في ناس بيفوتوا مثلي أنا باسم في سبيس وبيعرفوا أنا منين. وهالعلم بمجرة الأربعة وستين، ثمانية بثمانية. شوف شو هاللون، شو هالسر. إجا مستنير بيو أبو النور قال له ما تخلي مكتب لي ادخل آمنة، وكلهم ناطرينه، ذكروا المسيح، ذكروا الإنجيل، ذكر في القرآن. يعني شو عملت حليمة السعدية؟ شو هالسر بهالولد؟ وراح عمل تأمل تيعرف يحكي مع يهود خيبر قرن الشيطان من بني قريش، حكي مع كل الطبقات وكل الأعراق. بعدين قال له فيك ضاين؟ قال له لا خلص، أتممت عليكم دينكم وودع. شو عملنا فيه بدعاء الطائف؟ رجمناه وبعدنا هلا أهل بيته كلهم، شو عملنا؟ مين عنده هالعلم؟ شو هاي؟ شو هالشكل؟ وين موجود بجسمك؟ أي حاسة عندك ما بتنام؟ ليش الديني ما بتنام وبس يخلق الطفل شو بتعمل فيه بالمسيحية؟ بدق الجرس، الخوري يلي بيربع الجرس. شو هي؟ الأربع خلفاء وأربع زوايا، أربع بأربع بأربع بأربع. شو هالغار؟ النجم، praise the Lord the creator. ليش هالعلم من أهل الغرب والشرق مش من عنا؟ لأن شبعوا من العلم التكنولوجيا، وشبعوا من الحكمة. من طلب الحكمة أوتي بأشياء كثيرة، بس هلأ بدهم العلم والحكمة والوسطية، الصراط المستقيم. عم بيحطوا هالعلم. شوفوا بسواقط الفاتحة أي حرف مش موجود، موجود هون. هذه وظيفة لنا كلنا، الكتاب موجود والعلم موجود على الموقع. شو صار بس وقف هالرجال هون؟ ما قدر يمشي أبدا، شو السبب؟ شو يعني اخلع نعالك لتراني؟ لا تستطيع معي صبرا. كلمة patient و patience، الصبر والمريض بالإنجليزي مثل بعضهم. فإذا بدك صبر، قال له بس إنه يعني عملك مني عملت عاطل، عملك عاطل يعني، وأنا موسى يعني إنه معه حق. قال له افترقنا من لدني. شو هني هون؟ شو مكتوب هون؟ رح تشوفون كلها كلمات. منين اجت الكلمات؟ منين اجت هالعبر؟ شو مكتوبة هالحجار؟ شو هالصور؟ شو هني هالعينين؟ شو هي؟ مشان هيك مكتبة الأقدار منا بالكتاب. قال له أنا لست بقارئ. أكاشيك ريكوردز، اقرأ باسم ربك. بسين. ليش باسم الأب والابن والروح القدس؟ ليش الباء والسين أول حرف آخر حرف في القرآن؟ مع إنه هن جمعوه يعني، في كتير غيرهم شالوهم. ليش قدروا جمعوا هيك؟ والحبيب قال إيه يبلغ، لا إله إلا الله بتكفي. شو جبل ثور؟ غار ثور.
ليش قال للمرأة انت ببيتك بتصلي؟ شو هالشكل هون؟ شو الكلمات انت او ذكر؟ شو هالالوان؟ احمر، ترابي، اصفر، ازرق، شو هالخمس الوان؟ ليش اصلي خمس مرات من بعد ما قال 55؟ شو هالشكل هون وهون؟ شو هو؟ انتو بتلاقوا الكلمات لكم وكلكم معكم حق. هلا منطلب من اي عربي عنده هالثروة مثل حاكم عمان، سلطنة عمان، كله ذهب وهيك، العلي مش بالمال، عم بفرجيك انه في مجد دنيوي. بس مين حاكم هالدنيا؟ هي حكمتك او انت حكمها؟ الحبيب محمد ما كان عارف انه في بترول؟ قال حفاة عراة تطاول، ما كان عارف؟ ليش عاش بهالفقر المادي؟ وقال لو الفقر رجل لقتلته. اي فقر؟ كل كلمة حكيها 18,000 شرح شرحها معين الدين وغيرهم، وقال ولا زلتوا على الشاطئ. ما فيكم تشرحوا كلام الأنبياء والأولياء ولا الإمام علي، كلامه مميز. قال له نفس السؤال بتسألوني بضلني بجاوبكم، ما في جواب مثل التاني. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق، وبدون هالباب ما فينا نفوت على المدينة. سميه شو ما بدك، علي زردشت، انت حط الاسم اللي بدك اياه. بالحياة في اثنين باب، نيجاتيفيتي بوزيتيفيتي، وهو عنده يوم اثنين، بتفوت نيجاتيف بتطلع بوزيتيف، بتفوت على المدينة، بالمدينة ما في كلام وبتطلع ما فيك تحكي مع العميان، يا بتركب لهم بصيرة أو بتسكت. وهيك عملنا. فإذا مين اللي بده يخلص هالأمة؟ بدك تخلص نفسك، ثم نفسي ثم نفسي. أنت الله موجود إذا أنت بتفتح الباب. اقرأوا يفتح لكم، ادعوني أستجيب. تعرفوا قصة جنيد؟ جنيد من كبار الصوفيين وهيك المستنيرين، مثله مثل الحلاج وغيرهم ورابعة وهيك، كل الوقت من بعد كل صلاة وبناء خاص صلاة الفجر بيعطي gratefulness، شكر وامتنان. طيب فهمنا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ماشيين بهالصحراء لا أكل ولا نوم ولا مي ولا شيء. قالوا له طيب لك هلا عم نموت. قال له بده إيانا نموت. شو هالله اللي بده إيانا نموت؟ قال له هو إرادته. وأنت بعدك قاعد عم تشكره، فسر لي ليش. قال له أنا بشكره بس لأنه عم بيعطيني بدون أي شرط الشكر والامتنان. في نعم كثيرة، هلا بيتركنا نموت. هو خلقنا وهو بياخذنا وهو بيموتنا، نحن ما بنفهم شيء. علينا بس نقول له بشكرك يا ارحم الراحمين، انت عندك العدل وعندك الرحمه وعندك هيك، اللي بيطعنك بظهرك، اللي بده يهدر لك دمك، اللي بده يعمل، لا يصيبنا الا. بس كون واعي، بي اوير، بي ويتنس، تكون شاهد اشهد. خلص، من قدر الله الى قدر الله. وإلا رح تتعذب بالدنيا وبالآخرة. هداك الوطن وهذا وطن، هذا وطن دنيا، هداك وطن آخرة، ملايين السنين عم تتعذب في مطهر وجهنم. نعم، بما كسبت أيدينا. فإذا اللي عم بيضربني واللي عم بيطعني واللي عم بيسبني واللي عم بيسرقني بيحبني، هي محبته هالقد، هالقد بيعرف، هالقد بيفهم. بعده عم بيقرأ نفس الصفحة، كيف بدي أسوي، كيف بدي ألطش، كيف بدي أسرع، كيف بدي أعمل. أنت شو بتتعلم؟ أنا بضلني بحبهم، كل اللي كذبوا وسرقوا وطعنوا بدنا نهدر دمك وهيك وسامحتهم، بس ما بتعامل معهم. ما بقى اتعامل مع أي إنسان بنوع خاص عربي إذا بده جيبته. خلص عم فتش على ناس عندهم خدمة التطوع، بس لاف دونيشن، صدقة. بقى نفتح مطعم بلبنان صدقة، بتاكل معك بتدفع، ما معك ما حدا بيسألك أنت شو ما بدك بتحط. قال لي ما رح يمشي بلبنان، بدنا نجرب. ببيتي صدقة، بتجوع عن رملية صدقة،
كتاب موقع كله صدقات. وهالصدقة إذا بتجي بيروح علم أبدان وأديان، بيروح للموقع شو بنعمل، بيروح لهالبرنامج. وإذا في صدقة أكثر بنفتح برنامج تاني، مين بيقدم مطبخ، مين بيقدم مأكولات. وهي رح أشكرك رانيا أظن بتقدم المأكولات، ومنا بحاجة لأمها ولا بيا، عم بتجيب أحلى المأكولات وحعملي دبو حتى ما تبيع، وبتعطيك إياهم بالسعر ورح تحطي المأكولات. مين عنده مطبخ يقدم لنا، وأنا بطبخ وفدوى ومنجي كلنا. 90 يوم ما بيضل في مرض بأمة العرب، كل مشاهد كل الأمراض من أول 10 أيام بتشوفوا فرق. وإلا أنتوا لحالكم شو أكلوا الأنبياء، صوموا تصحوا، صوم عن كل شيء ما هو دون الله. الأكل 5% يا أخوتي، الحبيب أخذ سام. بعدين منفوت بعلم الأبدان والأديان، علم الأخلاق، خلقه القرآن، آياتنا في الأفاق. ما بدي هون كل اللي بتشوفوا دعاية حفات عرات، عوراتنا كلنا كتاب واحد بكفي. بس أنا عندي عطش وعندي جوع وعندي جهل، عندي أكثر من كتاب، وكم مرة جبت كتب بالألوف وانشرهم بأمة العرب. هلأ عنا مواقع، بس بتفوت، مش موقع بدي سميه، باب، باب بتفوت من هالباب وبترتفع. فإذا كل، ما بدي أقول إنسان، ما بعرف شو بدي سميك، أنت سائل وأنت المسؤول، أنت علامة الاستفهام. هل أنا حي؟ سبحان الحي الباقي، ولك سبحان الباقي بالحي، ما بقى في حدا بالأشرفية وأشرفيك، ما بقى في شقفة أرض صغيرة إلا عم تطلع بنيات بالليل. هيدا اللي بعبي مي تبع الزباله امبارح بالحي عنا، ما بقدر اقول لكم شو كان في سيارات عم بتصور تلفزيونات. قلت لهم شو هي؟ المشهد، مشهد هيدا كذا، شي 20 سياره وناس عم تركض. قال لي ايه في مشهد بدنا نفرجه، ست نازله من البنايه. مشهد شو؟ قال لي فيلم سينما. يا عار العالم شو هالتبذير، حتى برنامج هيدا النشر. أنا وحدة قلت له بك، ما معي حدا، لا هيدا بيتقبل ولا بيتلفن، وحدة. قريبا رح كون كل يوم ساعة لنفسي، وقت بكون بلبنان بدي اطلع خبر حي، ما حدا في يشيله، بس ينزل أي تلوث بدكم شو تعملوا، العكس دغري مما يليك. ويك أب يا عرب، مش ميك أب. قلت لهم كلكم هيك تعملوا ايه؟ لك يا طوني انت، هيدا كلهم بيشتغلوا بالبرنامج. قال لي هيدا هون، وهيدا خيو، وهيدا امه، وهيدا بيو، وهيدا بنزل بيشتغل، هيدي اهله صاله، هيدا بيستقبل هيك، هيدا بيجوا مش بيجوا. شو هالتبذير؟ مين بيحضر السؤالات شو بيكتبوا طيقروا هون؟ شو في؟ كيف بدنا نطول؟ مين بده يتجوز هيدي المطربه؟ كلهم هيك بهزوا. هلا بهمي انا مين بده ينكح مين؟ هيدا كل همك؟ وبعدين كيف بدك تطول وتقصر؟ اجى هيدا الطبيب، هي شغلتك؟ ايه ايه اللذه، المتعه. اي متعه هي؟ هي عطسه جوزنهايت. شوفوا طبيب اسمه باتش ادمز كان يجي لعندي على بيت السما بامريكا، سما سنتر، يقول لي عندك اللي انا ما عندي اياه. قلت له انت عندك اللي انا بحاجه له. عنده عشق إلى شفاء الناس والأمراض كلها بالضحكة. وأنا قاعدة مع بندر بن سلطان ومرته، الوحيدين اللي قدروا شافوا عند هالمرأة في خوارق ومعجزات وفي أسرار، يعني ما في إلا المال اللي بدك إياه. قلت له رح هيدا إلك، لك شو عمل؟ عمل فيلم باتش أدمز. بدنا شي طبيب بهالأمة العربية. بلشوا قالوا لي في اطباء بلبنان انه يكون عندهم فرح، يكون عندهم نفسيه، انه يكون هيك، انه قبل ما يعمل عمليه يصلي بايده على وجهه ويقول يا الله. بس هذا كلام لا يتعدى، ما بقى في شفاف حتى. في كثير بامريكا، باوروبا، بالهند، والمكان بيعالجوا بالصلاه، بالنوايا.
ما فيني إلكم، في ناس أنه بتلفنولي. بقول له بس قلي اسمك واسم أمك أو المرأة المريضة وهيك، ما بتشي منك. بتعرفين بقول لي شو أنت، هيدا سحر، مشان هيك ما عاد تعملها، أنتوا اعملوها. كلنا عنا النوايا، إنما الأعمال بالنيات. ألا إيمانك شفيك المسيح، لا أنا ولا بيي. الله منه إنسان، هي إز نوت أ بيرسون، منه رجل، منه امرأة، منه إنسان، منه اسم، فعل ألوهية 99 صفة فيك وفيي، والمية بالله الألوهية، منا فيك وفيي. بس ما بنقرا، إذا قرينا ما بنفهم. شو النفع يعني؟ فإذا كل واحد منا أنت بتخلص نفسك. ادعوني أستجيب، أنت بدك تطلع على الجبل، أنت بدك تفور على غار حراء، وأنت بدك تشوف، بدك تجي البعوضة أضعف المخلوقات خيمت على أقوى المخلوقات. أنت بدك تقرأ وتفهم. ما فيني إلكم شو سخيفين، بس حطيت رقم تليفون البيت يا خيركم، خلصنا أسخف. يعني ليش عنا هالسؤالية السخيفة؟ لأن هالكعك من العجين، جهل الجهلاء من تقصير العلماء، والناس بتقعد على البرامج السخيفة. عنا علبة هلأ ورح تكون محطوطة قريبا بالنيو تي في وعند بولاريس خليل أبو الشواري، بتقعد فيها بتقوم بتصح. إجت مرة ابنها مشلول، وهي بتعرج، قعدتها قلت لها بدي أقعد أنا أحطكم بحضني، بس أنت تقيلة ما فيني أحطك بحضني، أنت قاعدة وحطي ابنك وبرجع أنا بقعد. حطيت ابنها بالطاولة بالأورجن بوكس وقعدت، بلشت تصرخ، بلشت تصرخ الولد، صرت تشوف إشارات. طلعتها قعدت أنا على الأرض، حطيت الراحة لأنه الأرض معدن، وحطيت ابنها بحضني. البيت بيفتح هيك، فتح البيت ومشي، فزعته ووقع. قالت لا هيدا شيطان، سكرت الباب، ما حدا بيشيل عندي. خلص عندها جهل. هي طاقة، نعم، بس تقروا بتعرفوا هي طاقة المربع، طاقة وفيك انطوى العالم الأكبر ويأخذ. هيدا تربيع الجراس، أورجن بوكس لويليام رايخ وقتلني. وهلا عم بيقولوا انه هاي العلبه ما لازم تطلع أمة العرب، لانه اذا فاتت فاتت مكة على كل بيت. ولك يا خيي ما بقلبي أربعة 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 وصلة الأرحام أربعة 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 ثمانية 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 أربعة وستين، بتفوت على 64 مجرة. هيدا إسلام، ما لازم يعرفوا الإسلام. هيدا نحن جهلنا. بنكفي هالحديث وهالسر على واحد تركي. هالإنسان التركي بني أجمل مسجد. هالمسجد اسمه بالعربي كأنني أكلت، سانقي يدوم بالتركي، خير الدين أفندي. شو عمل هالرجال؟ يمرق بالسوق، ما أنا بعمل دورة اسمها ويندو شوبينج، رح تكون بالرملية بصمت و هيك قليل من الكلام، انتم ما بتحكوا عيونكم بالأرض. 21 يوم، سبعة أو سبعة أو سبعة، انتم طلع بالي اشتري سيارة، اكتبي طلع بالي فستان عرس، اعملوا الليستة، معنا مال كتير، اعملوا الليستة. تاني يوم، تالت يوم بيبقى على الليستة شي بسيط، ومع السوق ما معنا مصاري. إذا حقنا الله بيرزقنا. ما فيني لكم شو بصير يعني، هي بأمريكا بعملها كتير. بعدين بننزل بأفخم الأوتيلات، حتى الدنيا بننزل بهالأوتيل، وأنا بقول له إنه ما معنا ندفع، بنعمل هيك شيء، بس من كان نسمسح بنجلي بنطبخ بننظف وبنقول قصص. الناس ما طلعت من الأوتيل، نحن وطالعين جربوا يعطونا دونيشن، أنا أخذتهم، بس قلت لهم أنا بشتغل مع فلان، يعني معي أنليمتد كريدت كارد. ليه بتعمل هيك؟ اسمها ويندو شوبينج. 99% اللي بنشتريهم لأنه ضجرانين وجوعانين وما بنعرف شو نعمل، تعال نروح نشتري، بنروح على السوق من مول لمول، نتفرج وهيك، وهي بيشدك وهي بتشد وهيدا هيك وهيدا هيك.
هيدا هالتركي كل ما بده يشتهي شيء يقول كأنني أكلتها، كأنني اشتريت، كأنني هي. قال له خبى المصاري، خبى المصريات، خبى المصريات. إلى أن جاء وقت شو بده يعمل فيها؟ سانكي يدوم، اسم المسجد. عمر هي، هيدا هو المسجد. وحدة، اثنين، وهون، وهون، وهون في بيت، وهون في طريق. حدا قال له شيء؟ لا، عرفوه، صار عنده كرامات. مطرح ما يمرق يشوف انه في نور، الرجال حط ايده على هالشجره تزهر. عما صار عنده اياها، الله اعطاها لكل البشر. وفيك انطوى العالم الاكبر وانتم نور العالم. الله ابعد من حدود النور، ابعد من حدود التوحيد، شو ما قلت ابعد 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 اكثر اكبر. بس كلنا نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب في الجوهر. كلنا. أوقات طفل بيمسكك بتصح، بتغمر شجرة، بتطلع ببسينة. حد بأمريكا واحد اسمه روجرز كان يعالج بالبسينات، نام المريض عنده تنط البسينة هون، تنط هيديك هون، مطرح ما تنط البسينة يحط عليها حجر. عنده علم الكريستال. هيدي الطريقة من الطرق يعني. فيك انت بالنوايا بالرقية. سو عمل هالمسجد وبلشت الناس تجي من كل تركيا. عم ما يشوفوا حالهم الا يجوا، الاعرج، الاطرش، الاخرس، الاعمى، كلهم. ما حدا طلع ضده لانه شافوا الاشاره بشاره. ويسالوا يقول لهم ما بعرف، هالمعرفه ما بعرف. أغنضم ما أغنضم دال، فهمت ما فهمت. أنا بأي تركي. فإذا أنا كوني مش تركي وأرمني ومسيحي في بشارع ساسين هلا مكتبة، فتلاقي لقيت عندهم كتب حلوة بس المسيح أرمني. يا الله شو هيك، شو هالتخلف، شو اللي عم نجزئك فرق تسود؟ قلت له ارمني على كاثوليكي، على بروتستانتي، على انا بي روم عمل كاثوليك تجوز امي، بس امي ماتت رجع عمل روم. هيك ربيت. بس المسيحي يهودي بودي كريشن اسلام ليك شفتي صار في شيعة عندنا بالأشرفية معجبين لكن بفوتوا على المطاعم. ما عم نشوف إنسان، إنسان قرآن، فرقان، رحمن، عدنان. ما عم نشوف لبنان، إيران، هالخمس حدود فيها ألاف ونون. شو هي الألاف؟ طاقة الفجر، النون، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هالخمس حدود، خمس ألوان، خمس أسرار. هلأ الكرة الأرضية بدها تروح بطاقة المي، العشاء، الكلى والمتين والأعضاء التناسلية. مشان هيك في كتير عهر هون، سيأتي زمان ستكسب الأم. طاقة المي بدها تنشف وبتتلوث وهيك، بتضرب النار والنار بتضرب المعدن. في كتير عجقة سير وسيارات ومعدن، دبابة وسلاح ونار ومي. بيروح 90% من أهل الكرة الأرضية بيرجعوا بيعيشوا بدون أي اللي اسمه حضارة. وبتجي حضارة الأبدان والأديان، حضارة الفطرة. بيعيشوا حوالي 1000 سنة وبتروح الكرة الأرضية، بيرجع بيوقع نيزك، بيتحول من نار عكس الطواف إلى مي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هلأ عم بتشوفوا النيزك عم تمرق. هيدي كرة أرضية صغيرة يا أختي، نقطة. ملايين وملايين من الشمس، شمس الشموسة. المهم وين رايح يا إنسان؟ وين رايح الإنسان؟ أنت سفينة نوح، ذكر وأنت هون. بياخد ابني معي، قال له عمل غير صالح،
عمل. فإذا الإنسان بدون أخلاق منه إنسان على الإطلاق. عندي أخلاق لا مسلم لا مسيحي لا يهودي لا يهودي لا مرأة لا رجال. إنسان أنسنة الله بأخلاق خلقه القرآن. وأنا اقرأ كل واحد كتاب الله المقروء والمنظور. ولكن راح العلم وممنوع نحط العلم بنوع خاص للعرب والمسلمين لأن إسلام الله خطر. نعم هيدي الفترة خطرة. كل مسيح عم نصلبه وكل محمد عم نرجم دعاء الطائف والرجمة وكل حسن وحسين وكل فاطمة وكل زينب وكل عائشة وكل زين العابدين وكلهم. كل إنسان من هالدنيا هلأ عندك ذرة من العلم مريم نور حطه شوف شو عم بيسبوا فيها. سنهدر دمك وسامحته وغفرته وبعدني بحبه. يعني كيف بدي أنسى المنيح اللي فيه؟ بدي أشوف بس في غير شيء. بس ما بقى لي عليه دايما بذكركم وبذكر نفسي ولا بأي بيت ولا بأي شخص بسوريا بنوع خاص. ما حدا زينة بسوريا بيتي بس بالأشرفية مريم نور بأوسخ بنية. فيني قلكم شو وسخين حتى اللي ساكنينها يعني هاللي تحتي خبرتكم بتضل تطرطق كعب العيلة قال عندها ناس وحاطة باركير خيص بتطرطق بالصرمية. جبت حجر أنا بس تطرطق طرطق. اللي ما عنده أخلاق بده قانون واللي ما عنده قانون بتفوت هيك بتهز بده صرمية وجقفة حجر. هلا ما بقى طرطق بالله لأني أنا بقوم بكير طرطق. عرفت إني بطرطق على راسها أنا فوقها. جبت حجر وصرت أضرب حجر دق 50 دقة أنا عم برقص ترر 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 بتفيق. قال لها جوزها الحق عليك. فإذا العين بالعين والسن بالسن إلى تفسيرات كثيرة وعيشة. بس نحن بأمة العرب بلبنان ما في حكومة ما في دولة ما في قانون ما في شريعة ما في طريقة ما في حقيقة ما في شيء. فالتين مش فالتة فالتة كلها مثل ما عم بتشوفوا. فإذا وين هربوا؟ قديمة كنا نحط على السيارات يصطفلوا شو حلوة اكتبوا هيك كلمة هربوا. وين؟ إن هون الإن حطوا الدجاجة هون مثل الديك قال اللي أخذ بالغلط فياجرا. يا حبيبي شو عمل قعد على الأرض وصار يصرخ ولك جيبوني دجاجة لو من التلاجة. ونحن كلمة فياجرا العرب بتفوت لها 95% عندنا كبد جنسي. مش هيك الأطباء اليوم بالهم مثل ما شايفتوا على البرنامج عاملين هالريموت كنترول مدري شو الريموت الكنترول بتخلي لك 24 ساعة عم يشتغل. بتفتح بيتك بتفتح هيك شو ما بدك بتقص الشاورما بالريموت كنترول. قال رجعي لحد مرته صار يبرح هيك قالت لك اجا اجا الشغل. قال خلص لقيته ريموت كنترول. والولد قال يا بابا يا ريتك يا ريتني ريموت كنترول كنت بضل تمسكني هيك بالنهار. والمرة قالت له يا ريتني جريدة. قال ايه بس لو كل يوم بتجيبي لي جريدة جديدة هيدي كل يوم جديدة. قالت له بس ليك ما احلى هالطار قديش احلى منك. قال لك اليوم بجيبوا له بقره انا فرد بقره كل يوم نبره غيروا لي البقره وبنط مثل الطار. كل نكتنا وكل شيء هيك على سكس. وهذا اللي بيطلع معك يا طوني خليفي وبدي اقعد هيك قال هو سكسولوجيست عمل دقن هيك سكسولوجيست. في عندنا طبيب بدي اذكرك من بيت كرم مهدو انه بحب للنسوان. قالت لا انا ما عندي اولاد. قالت لا انا عندي اولاد ولي ما كنت خلف رحت عند الدكتور كرم وحملت جبت 5 اولاد. قالت لا انا رحت وما عم بحبل. قالت لا انا بروح. انت كيف بتروحي؟ قالت لا بروح. قالت لا انا بروح بلا جوزي حبلت. بتروحي انت وجوزك بالحمارة كده بتحبلي. في نكت مزبوطه. وحده راحت لعند الطبيب سنين قالت له دخيلك دخيلك الحبل بعد راس هيدا. قال لي شو بدك؟ بدك تحبلي ولا بعلك درسك بتعرف كيف بدي ظبط الكرسي؟ قالت له الخليفه ولا بس هلا كلنا عم نخلف جيفه. قلت له طوني جيفه انتو لي طلعك عليك رح تقول على الهوا. قلت له ليش بدها هوا؟ يعني ما معروف مين اني هول اللي جابهم كلهم؟ هيدي بالمجله وكتبته في المجله وانا مسؤوله. يا دلي كيف بتهز كيف بهزوهم
قالي مسؤولة عن شو كتبت. أيامي كانت مجلة الشبكة فيها شوية احترام هيك على الغلاف وهيك. هلا سألت لواحد عني قلت له خيي ما هيدا ابنه وأنا كنا بفرد صف بالمدرسة. قال شو هيدا باسم وعصام وأخته؟ قال ما منبيع إذا ما عملنا هيك. بده يبيع مثل الحبوب زلع بلع. إمام علي قال مضغ ما قال زلع بلع، قاعدين تزلعوا وتبلعوا. بس الزلع والبلع مين مسؤول عنها؟ الحكومة. بحس ما في حكومة بتلفن هيك بيقول له للوزير ما تحكي شيء ضدها، خلص بيسكت الوزير. واللي قدم استقالتك إذا عندك أخلاق قل لهم هاي الوزارة كلهم كذابين، قدم استقالتك. خلي واحد يكون عنده أخلاق عم يلعبوا فيك، ليش أنا عم تقبض؟ طلع معي واحد مداش اسمه وقتاري نايب هيك وعمل ميك أب صغير صغير طالع نايب مداش اسمه. قلت له انت كيف؟ اكيد نزل بشي ليستا. وطلعت الليستا مثل ما هي وقعد يحكي كمان يعار العالم. بس هيك الناس بدها. وانا انبسطت يعني في ناس تلفنوا لي لهم زمان شي 40 سنه يعني ما بعرف عنهم هيك ليش تلفنتوا لي يعني انه لانه قالوا عنك انتحرتي. يا اخوتي الاموات بتحكي. ياما في أحياء بالقبور وأموات بالقصور. كل اللي هي بتشوفوه بس شوف حدا يقول هيدا ميت 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 هيدا ميت. فإذا قال له دع الأموات يدفنون بعضهم بعض، بدك تكون حي فيك تكون مع الحي. يا حي يا قيوم. بتكون ميت خليك معهم هالأموات. طلع ريحتهم يعني خلص جيفة. وقت قال لك الحبيب بحب العطر ومش لاعب $100,000 تترشيه هان وهان. شو عطر اعمالك من اي مجره انه مثل سيدنا الخضر. هيدا العطر. بس راح العلم ما بقى في علم بنوع خاص بأمة الجرب. هيدي شجره مثل ما عم تتغير. هالليمونة الحامض يا عار العالم هيك الطبيعة عم تتغير. هالعلم ما فيني أحكيه بالعربي يعني يقوم يزق لساني سنهدر دمك بكون بدون شي كلمة يعني. هيدا بالعلم بالنوايا فيك تغيرنا بتغير الشجر بتغير الطير. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. كلها انت عن بعد فيك تعملها. نحن هالكعك من هالعجين. نحن بدنا نرجع نغير النوايا ونحط سلام بنفسي اولا ثم نفسي ثم نفسي. وقت انا بضوي قنديلي وانت بدك تضوي قنديلك بجي انا وبنحني الك وبنقوى سوا.